وهذا المعامل بيحتاج إلى تصحيح عن طريق الليزك. أما عندنا هنا اهوت فالإصابة السمعية العصب نفسه هو اللي تلف، أشبه ما يكون في مجال الإبصار هو تلف عصب السمع، عصب العين في حد البصر، ذاته، عصب العصب البصر، وده البصري في لا حد ذاته. يستعوض. هذا حاليا في جامعة كامبريدج في إنجلترا تم التوصل إلى جهاز يعادل زراعة القوقعة ويقوم بنفس الوظائف. هو عبارة عن 2 كاميرا، ال2 كاميرا ديت متركبين على كاميرا فيديو، متركبين على ذراعي نظارة يلبسها المريض فاقد البصر الكلي الحديث، بحيث ان هذه الكاميرا تحول الاشارات البصريه الى اشارات كهربائيه يتم توصيلها جراحيا الى عصب البصر، وهناك تنتقل من عصب البصر الى المراكز البصريه في المخ. ده حاجة وحاجه جديدة هذا الموضوع تم في قرابه ال نجح 2005، نجح في فيه قرابة 2005، ونجح حاليا انه يستعيد السمع، يستعيد البصر. البصر لبعض الحالات التي اصيبت بضعف البصر بصورة وراثية، واستطاعت هذه الاشخاص اللي ركبت فيهم على سبيل التجربة التمييز ما بين الشوكة والملاءة والسكينة على ترابيز السفرة، عندما تكون ترابيز السفرة مغطاة بمفرش لونه اسود. كمان لكن لم تستطع بعد هذه التكنولوجيا التي في مراحل التطور الاولى منها انها تمنح الانسان البصر على تمييز الاشخاص، الاشياء، الالوان تمام. بصوره واضحه كما هو على النقيض بالنسبه للسماعات المزروعه في الاذن يعني الداخليه. لدينا أمل أن غدا بإذن الله